جاءت الأقدار أن يولد هذا الرضيع في هذا الملعب الجواري بالحراش في العاصمة ليكون أول بكائه في العراء بعد هدم الكوخ الذي كانت تسكن فيه العائلة بحي القصديري محمد بوروبا، لتجد نفسها مقصية من الترحيل تسكن قاعة رياضية. راني مرميه، انا وليداتي هدموا علينا براكه، وليداتنا مرميين، وين راه الحق؟ وين راه الحق تاعنا؟ وين راه اللي راه اللي الدراري مرميين برا اللي عندهم ربعه؟ وين راه هاد اللي قالوا عطونا حقنا؟ ما كاش الحق، ما كاش. هي حالة من بين 60 عائلة أخرى أقصيت من عمليات الترحيل. تفترش اليوم هذا الملعب وفي ظروف إنسانية قاهرة مع اقتراب شهر رمضان. انا مرميين رمضان، شهر رمضان قاتلوا يومين، الناس برا يتوجد رمضان، مستقبل شهر رمضان بتصلي تصوم رمضان في دارها مع اولادها مع العائله تاعها، مهنيه تعبد ربي. هنا وجود المصير تاعنا هنا وين راهو؟ يعطونا حال دوك، خرجونا من ديارنا، ريبونا ديارنا ورمونا لهنا، وين راهو انا بنسانا؟ وين راح نروحوا؟ رانا لهنا 60 عائله. المقصيون اتهموا الوصاية بالتلاعب في غوائم المرحلين بإدراج أسماء غرباء عن الحي. علاش قصونا؟ واش من السبب؟ وكاين عباد الداو ماشي ساكنين في الحي هذاك، خاطش احنا ما عندناش دراهم. كاين تلاعبات في الفرق العام، كاين تلاعبات مستعد قدام السلطات، وكانت حارتنا معنا السلطات، الشرطه، الدرك، لي بومبي كاع كانوا حاضرين معنا. من بعد موراها من هذاك اليوم الى يومنا هذا ما شاركوناش اخر لقاء قال لك رئيس ديوان، قال لك عندكم لاليس، قلنا له ما عطاهالناش قدام الشيف دو كابيني، انكر باللي عطانا لاليس وحنا ما عطاناش لاليس. رئيس بلدية الحراش رفض لقاءنا بحجة ارتباطه باجتماع طارئ، إلا أنه أكد أن ملفات المقصيين تم إرسالها إلى الدائرة الإدارية ويجري حاليا إعادة النظر في الملفات في انتظار الفصل فيها قريبا.